أهلا بكم مشاهدي الكرام. من جديد، قام مجموعة من الشباب والشابات بعمل فيلم سينمائي مرعب، فيلم سعودي سينمائي مرعب. طبعا فكرة عمل فيلم سينمائي يمكن فكرة بالسعودية ما هي واردة كثير، لكن احنا حنتعرف عليها مع ضيوفنا الكرام. لكن قبل ما نبدأ الحديث خلينا نشوف أجزاء من هذا الفيلم المرعب ثم نعود لبدء الحوار. شوف سوا. تظني معنا اللي ما يعرفوا شيء، المفروض كلنا نكون اولاد. ترى سمعتك، امسك لسانك يا ظريف. الحين سين سؤال، مو احنا اللي بنصور ونخرج وهم اللي حيقدموا؟ ما كانه ظلم؟ بالله حتحسدنا حتى على حظنا؟ شو هو ده؟ عادي، عندي فضول اعرف قصه هذا المسرح. وبعدين شوف المسرح مره مهيئ وكويس. النقطه الخامسه، التدريب الداخلي واحد من افضل. من فيكم استهبل وجاء سوى نفسه ظريف فجعني؟ كلنا هنا ما حصلنا كلمة غيرك. طيب احنا كده شفنا جزء بسيط من الفيلم اللي حنتكلم عنه الان مع ابطال هذا الفيلم. معنا في الاستوديو المخرج الشاب تركي البرعي وحنين كمال بطلة الفيلم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. حياكم الله. طيب اول شيء انتم حتوجه بسؤال الاول لتركي. تركي، هذه تعتبر اول تجربه ليك لفيلم سينمائي وكمان فيلم مرعب، حدثني عن فكره الفيلم. هي فكرة الفيلم انه شباب جايين على شباب وبنات جايين على المسرح على اساس يسووا برنامج عن بعد التخرج، وبيصير في تقليل من الجنس الاخر اللي هو الذكر للانثى، وبيصير في اللي هو ما في روح. بيصير ايه عفوا؟ يعني في تقليل من الجنس الاخر اللي هو يعني الولد بيقلل من الانثى، من شأن الانثى. ايوه. ثاني حاجة اللي هو ما في يعني ما في راحه في التصوير، ما في راحه في كان انت شايفه كان في مشاحنات في ما بين الاولاد والبنات من البدايه. بس بعد المشاحنات هاي تحصل احداث رعب وما تنتهي الا لما يذكر اسم الله. والفكره انه هم اصلا من يوم ما بدوا التصوير ما حد ذكر اسم الله ولا اي حاجه، دخلوا وحتى وتحصل الاحداث هذه كانوا ما بيذكروا اسم الله. اعتمادك في فيلم الرعب، اول شيء يعني ليه اخترت تعمل فيلم رعب؟ أول تجربة ليك في حياتك الفنية الإخراجية أنت كتبت، أنت صاحب الفكرة تأليفك يعني؟ هذه ما هي أول فكرة طبعاً، ما هي أول. لا ما هي أول فكرة، لكن أنت أول مرة ليك أنت بالنسبة لي. أي أول مرة. أي طيب ليه اخترت رعب؟ لأني من عشاق أفلام الرعب. تحب أفلام الرعب؟ أكيد. أوف. طيب أوكي، طب فيلم الرعب خليني أقول لك حاجة، فيلم الرعب يمكن على المستوى العربي ما نجح الا كم فيلم رعب على المستوى العربي ينعدوا بايادي اصابع اليد الواحده، فاختيارك لمجال الرعب ما حسيت انه ممكن انه يفشل او شيء؟ لا لا، ما حطيت ولا 1% للفشل. تمام تمام. لانه في النهايه يعني الواحد بس يفكر في النجاح لا اكثر، لا يفكر في غير النجاح، وحتى لو انه يفكر انه ترى والله عندنا مثلا في العالم العربي ما في افلام رعب او شيء زي كذا او ما هي ناجحه، فانا ممكن ان انا اخليها ناجحه، فليش اقول انه لا في ناس سووا قبلي وما نجح او فشل؟ لا انا حسوي وحينجح ان شاء الله. انت حاطط نسبه نجاح لهذا الفيلم قد ايه بالمية؟ ترى الناس حتشوفه بعد كده. انا ما شفت الفيلم عشان لا احكم، بس انت قد ايه حاطط نسبه؟ انا بعترف في اشياء في ان يعني اشياء انا بنتقدها في الفيلم، لكن بقول انه 70% 70% 70% 75 65 يعني 75 و65 ننزل ونطلع. كم في المية يا حنين؟ انا تبي رأيي الصراحة؟ ما ادري، ما اعترف في انه رعب اصلا، ما حسيت انه رعب. طيب هذه أول تجربة ليكي كتمثيل؟ ايوه. حكينا عن دورك.
دوري اني كنت البطله في الفيلم وده اللي اصلا يعني لما اداني السيناريو قال لي انت حتكوني البطله في الفيلم. فشفت هذا في البدايه مره كنت متردده، جاء بنات مره كثير جربوا بس كلهم رفضوا. وانا كنت يعني الجزء الثابت اللي ما يعني تروح بنت وترجع بنت وانا زي ما انا. تمام. فكانت معي واحده صاحبتي هي اللي دلتني على تركي ويعني كانت تبغاني اطلع معها. يعني عشانها قلت اجرب وطلعت في هذا. بس كنت انا مره احب الكتابه وده الشيء يعني من زمان اسويه، فكنت مره منتقده انه لما تحطي كاتبين مع بعض يعني تركي كاتب وانا كاتبه ففي خلاف، انا عندي وجهه نظر بحطها وهو له وجهه نظر. ما حسيتوا نفسكم انكم فريق عمل واحد بتشتركوا بالافكار والاراء؟ في بعض الاشياء، بس في بعض الاشياء مره كنا على خلاف فيها تماما. يعني مثلا انا ضد شخصيه الكلاون ده تماما. انت ضد وجود الكلاون؟ ايوه انا ضده. يعني اصلا خلينا اقول بس للمشاهدين انه الكلاون ده هو اساس الفيلم بالرعب، يعني هو الشخصيه المرعبه بالفيلم، صح يا تركي؟ حتى وقتها قلت لتركي انا ما ابغى الشخصيه، بس هو بيقول لي الا والا، فطبعا هو له الراي، هو حر براحته. طيب تمام. لي نظره في الناس، انا لي نظره في اللي بيجي يقدم ويمثل او شيء زي كذا، لي نظره. يمكن كانت في انتقادات الفيلم، لكن تقريبا هي كانت واقع على البنات اكثر. فما انتقادات واقع على البنات؟ واقع على البنات. لانه اول شيء هم انتقدوا انه ليش كانوا محجبات. طيب كان المفروض انه يكون ده جزء من الثقافه. ايوه، فهذا اول انتقاد جانا بعد الفيلم على طول. لا ده فانا المفروض يكون انتقاد. بس معلش، انا صراحه انا رايي كل واحد بينتقد سعودي وبيقول احنا محجبات، فهم رايي يوفر رايه لنفسه. لانه طبيعي يعني مثلا ايش يستنى اقول لهم لا بطلع بدون طرحه ولا ماني فاهمه. مو انا اول فما سؤال اصلا ده ما اعتبره انتقاد. مو انا اول سؤال سالته اللي هو انت تبي تطلع محجبات ولا عادي؟ قالوا لا 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 حجاب. قلت خلاص انا حافظ على الحجاب في ظل انكم انتم تكونوا مرعوبين وبهدله وكل شيء، لكن انتم تكونوا محجبات. من اختار قصه الفيلم او اسم الفيلم؟ انا. انت برضه؟ ارواح. اعتمدت انه الفيلم انه اسم الفيلم اسم ارواح المسرح، انه حسيت انه ممكن يكون عنصر جذب. تمام تمام. طيب ايش العنصر اللي كان اساس الرعب بالفيلم ده كله؟ اعتمدت على المؤثرات الصوتيه او على شخصيه الكلاون او المهرج، او اعتمدت على الايه بالضبط؟ بعد 3 شهور طبعا ما شفت الفيلم انا اكتشفت انه في مشاهد انحذفت لانه كان فيها اغلاط ودخول لمبه ودخول مش مشهد كذا واحد ماشي وواحد، فاعتمدت تقريبا بنسبه 50% على الاصوات والمؤثرات الصوتيه. وبرضه اعتمدت على اللي هو الرياكشن اللي كان في البنات، الخوف والركض وال الاولاد ما بيخافوا او خافوا الا بيخافوا الاولاد ولا لا يا حليم؟ لا طبعا يخافوا اكثر من هو. بس كمان غير كذا انتقدوا انه ليش كانوا الاولاد برضه خايفين، فاعتقد انه ذاك الوقت نفسي اوكي. انتوا خفتوا من جد ولا لا؟ شوف انا اقول لك شيء، انا عن نفسي ما في شيء خوفني غير انه صار الوقت ليل وانا جالسه في مكان عام وظلمه. هذا اكثر شيء اللي خوفني، بس لاني ما احب الظلمه، هو حطنا في ظلمه. كانت عندنا لمبه قد كذا، فهي اللي كانت اللمبه اللي ماشيه ورا الممثلين، ففجاه انطفت والمكان كله صار ظلمه. فمن وقتها واحنا جالسين نصرخ ودجدج وضرب ومدري ايش وكذا، هذا اللي خلانا من جد نحس بالموقف اللي احنا فيه، فكان شيء مضحك ومرعب في نفس الوقت. طب خليني اسالك حاجه تركي. طب بناء على كلام حنين انه هي كانت ضد شخصيه الكلاون او المهرج، طب ما انت بحاسس انه شخصيه المهرج شويه مستهلكه، مستوحى من الغرب شويه، انه فكره مهرج ومش ليه ما فكرت بفعلا يعني درست فكره انت تكلمت على الارواح والجن والعوده لله سبحانه وتعالى في اشد اللحظات والصعوبات في الحياه. كلنا لما نخاف بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بنرجع لله سبحانه وتعالى، which is شيء كويس انك انت ذكرت الجزئيه دي في الفيلم، الجزئيه الاهم. سؤالي هنا ليه ما اعتمدت على، ليه ما تابعت، كان لك دراسه بالحالات اللي بتصير، حالات المس وحالات الرعب والاشياء دي، ليه ما كان قرات شويه في تاريخ افلام الرعب عشان تخرج برا اطار المهرج اللي بيطلع بالظلمه والاشياء دي؟ تقريبا مهرج يطلع في المسرح هذه ما قد صارت. هو مش على حسب فين المكان اللي يطلع فيه، بس هو الفكره، بس الفكرة انه ليه ما جبت شيء جديد عشان انت تتميز؟ حاولت بس ما كان
يعني ما كان في بالي انه شيء مرعب اكثر من اللي انا قدمته. انا اللي قلت انه مهرج وزي كذا ما يعني حتى لو تلاحظ مشاهد المهرج مره قليل يعني ما كثير فهمتي. فاصلا اعتمادك كان على المؤثرات الصوتيه وردود الفعل. ايوه ما كان موجود كثير، يمكن 3 أو 4 مشاهد بس المهرج اللي طالع فيها. فكنت اصلا بلغ المهرج، كان اصلا الوقت اللي احنا حتى الرسم اللي احنا رسمناه احنا اللي رسمينه ترى. تمام. انا وحنين جالسين نرسم. بس تحكي على ايه يا حنين؟ اسمع انا حقول لك حاجه، هو يعني بيقول شيء اسمه روح المسرح صح؟ يوم ما جيت انا ارسم وجه الكلاون فحاولت قدر المستطاع اني اشخمط على وجهه وابدع فيه واخليه شخصيه مو كلاون زي اللي نعرفه، فكان هو ده مره يعني منتقد يقول لي ليش ما ترسم الكلاون يعني سمايل كده وتخليه كلاون كده، فبقول له كيف ارواح المسرح ونعمل كلاون يعني مبتسم ولا زي اللي يلعب. ما ادري يعني هذه ما حتفرق اذا كان هو مبتسم او مو مبتسم. طبعا تخيلي انت بتتفرجي مثلا فيلم مرعب، هو السواد اللي تحت عينه ده يكفي وتشوفي كلاون بيضحك ولا مبتسم شكله، فين المرعب؟ احس انه نجيب لي كور احسن يلعب فيها كمان. ايش المشاهد اللي يعني لقيتي فيها صعوبه او حسيت انه ده يعني في اشياء اللي هو الظلام يعني اكثر شيء مزعج؟ كان يبغاني في مقطع اطيح بس انا ما يعني ما احب شوي يعني ما ادري اخاف اطيح واتعور وانا ما في اتعور. حتكرري افلام الرعب يا حنين؟ لا؟ طيب انت حتكرر افلام الرعب تركي؟ اكيد. بس شوفي انا بقول لك حاجه، انا احب في تركي واحد شيء انه حتى لو اللي عمله ما يهم انتقاد الناس، انتقاد الناس بيخليه يغير من نفسه، لكن اهم شيء هو يوصل فكرته. انا عارفه انه الناس اللي زي تركي لما يصروا على فكرتهم ينجحوا كثير، الا ما لهم يوم حينجحوا حيطلع اسمه وحيكون لهم ده تاريخ في بدايتهم. شوفي كل شيء في بدايته ده الكلام. أيوه. طبعا لكم له سقطات، ما في شيء بيكون كامل، لكن برضه المحاوله شيء جميل. الفيلم ده يمكن يكون له اكيد حيكون له ماجور. انت عملتوه بوقت قصير يا تركي صح؟ يوم بقول لك يوم، والكتابه يوم. ساعتين وكتب السيناريو في ساعتين. اها طيب اكيد في تجارب اخرى حتدخلوها باذن الله ان شاء الله، وحتكون في محاولات، اذا كانت المحاوله الاولى مش بنسبه 100% نجحت اقل من ذلك، لكن ان شاء الله المحاولات الاخرى حتكون انجح من كده، وحنتعلم انه لابد من كل شيء قبل ما ندخل يكون له ثقل ودراسه. دائما بقول لحنين انه احنا اوكي تجربه اولى، فلازم انه احنا نغلط في اشياء. أكيد. احنا ما عندنا الخبره الكافيه اللي تخلينا نسوي فيلم رعب مره قوي. احنا سوينا الشيء اللي على قدنا، فما في داعي انه مثلا نقلل منه لنفسنا، نقول انه هذا قليل لنفسنا. يعني اذا احنا قلنا لنفسنا ايش بقينا للناس؟ حنشوفكم ان شاء الله بفيلم ثاني، وان شاء الله حيكون نسبة الرضا عنه عالية ان شاء الله. وحابب اقول كلمة طبعا للمشاهدين والمجتمع، انه انتم اجمل ناس، احلى ناس، بس فاضل انكم انتم اجمل ناس، احلى ناس، بس فاضل انكم تعيشوا حياتكم بطريقة ممتعة اكثر واقل عناء واقل تعب. غيروا طريقة تفكيركم تتغير حياتكم، غيروا كلماتكم تتغير حياتكم. فاختار لنفسك احلى شيء واعظم شيء واقوى شيء. ما في اغلى من نفسك، ما في اغلى من نفسك، انت القوه وانت العظمه اذا شفت نفسك انت كده. شكرا، يعطيك الف عافيه. شكرا. اذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرات سيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها، شخصيتها وأيامها. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، أول فرقة عربية تقدم فن الأكابيلا.